عبارة if. معظم الكودات تختبر الشروط وتغير سلوكها وفقا لهذه الشروط. هذه السهولة في اتخاذ القرارات تجعل صفحات الـ PHP ديناميكية وتعطيها القدرة على تغيير الخرج وفقا للظروف، كما هو شائع في معظم لغات البرمجة. PHP تمنحك القدرة على القيام بذلك باستخدام عبارة if. عبارة if هي عبارة عن طريقة للتحكم بتنفيذ العبارة التالية، والتي من الممكن أن تكون تعليمة مفردة أو بلوك من التعليمات ضمن قوسين. تقوم عبارة if باختبار التعبير الشرطي بين الهلالين، وإذا أعاد هذا الشرط القيمة true فإن العبارة التالية ستنفذ، وإلا فإنه سيتم تجاوزها كليا. هذا يجعل الكود يتخذ القرار اعتمادا على مجموعة من المعاملات. أما عن بنية العبارة if وعبارة الشرط ممثلة بالعبارة expression فهي كالتالي: if expression وهو يمثل الشرط بين الهلالين، ثم بلوك كود التعليمات التي يجب تنفيذها في حال تحقق الشرط. سنقوم الآن بتجريب العبارة if من خلال مثال عملي، وذلك ضمن ملف نصي بعد كتابة معرفي البداية والنهاية في لغة الـ PHP. أسند القيمة 5 للمتحول X، ثم اكتب عبارة if وبين قوسين ضع الشرط X يساوي يساوي 5. لاحظ أننا استخدمنا المعامل يساوي يساوي لاختبار فيما إذا كانت قيمة المتحول X هي 5، وفي حال التطابق كما في مثالنا فإن الشرط سيعيد القيمة true، وسيتم تنفيذ بلوك التعليمات التالي لعبارة if. ثم افتح قوس حتى تتعرف آلة PHP على بلوك التعليمات التالي لتعليمة if، ثم اكتب العبارة print وبعدها العبارة النصية x value تساوي 5 بين علامتي تنصيص مزدوجتين. قم بإنهاء بلوك التعليمات التالي لعبارة if باستخدام القوس. لاحظ أن الأقواس في هذه الحالة ليست ضرورية، لأن ما يلي عبارة if هي تعليمة واحدة فقط. قم بحفظ البرنامج ضمن المجلد htdocs وليكن اسمه if.php. افتح مستعرض الويب وافتح الصفحة if.php وستجد أن مستكشف الويب قد طبع العبارة x value تساوي 5. عد إلى الملف النصي وغير قيمة المتحول x إلى أي قيمة أخرى ولتكن القيمة 7، وبالتالي سيعيد شرط if القيمة false ويتم تجاوز التعليمة التالية، ولن يعطي هذا الكود بخرجه شيء كما ترى.